ما معنى الكلمات التالية: أحرزته يعني سجلته وحققته، أحرزت هذا الهدف يعني سجلته وحققته أتممتها يعني أنجزتها وأنهيتها شرعت يعني بدأت، ولاحظ أن الهمزة هذه الهمزة الساكنة تكتب في وسط الكلمة على ألف أخفق يعني أفشل خفيض يعني هادئ وخافت والهمزة هنا في آخر الكلمة تكتب على نبرة أو على ياء لأن ما قبلها مكسور أكرر معناها أعيد حان معناها قرب أو حضر اجتزت معناها تخطيت غير معناها بدل ولكن المراد طور وحسن